كيفية إلغاء تفعيل الضبط التلقائي لمستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على تطبيق كين ماستر يا أصدقائي؟ تقوم أولا بالدخول لتطبيق كين ماستر، بعدها تقوم بفتح المشروع، تقوم بفتح بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك عندما تفتح سوف تقوم بالذهاب إلى الإعدادات أو البارامتر أو السيتين أو الضبط. ثم بعد ذلك مثلا هنا نفرض أن هذه مفعلة الضبط التلقائي لمستوى الصوت في الوحدة الرئيسية، تقوم بإلغاء تفعيلها بالضغط عليها من هذا المكان يا أصدقائي، وحينما تنتهي تضغط على دس الزر هنا يا أصدقائي، وهكذا تتم العملية بكل نجاح. فلا تنسى دعمنا بوضع زر لايك وأيضا الاشتراك بقناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.